سلمت فرفعت يدها، لكن ما حال يدها؟ يقول الإمام الصادق: ماتت أمي فاطمة وفي عضدها مثل الدملج. أتعرف ما هو الدملج؟ الدملج أشبه ما يكون بالسوار، أي أن تلويع الرجل بالصوت لفاطمة أحدث في عضدها ما يشبه ماذا؟ ما يشبه السوار. تقول الرواية: لما رفعت الزهراء يدها من على الباب وأحس الرجل أنها تراجعت، ضغطها وراء الباب بكل ثقله، فأنبت مسمارا في صدرها، فانبعثت الدماء من صدر الزهراء كالميزاب. تكسرت أضلاع الزهراء، ولذلك يقولون أنها ما كانت تستطيع النوم على جانبها الأيمن، كانت دائما ما تنام على الجانب الأيسر. لماذا؟ لأن الجانب الأيمن ليس فيه إلا أضلاع مكسرة. ولا تسألني أسقط المحسن أم لم يسقط بتلك العصرة. العلماء مختلفون في هذه النقطة. بعض العلماء يقول أن الزهراء أسقطت المحسن بتلك العصرة، ولكن بعض العلماء يقول لا، الزهراء ما أسقطت المحسن في تلك العصرة. متى أسقطت؟ يقول: لما دفعها الرجل وضغطها بين الباب والجدار، دخل الرجل داخل الدار فرأى الزهراء خائفة مذعورة بين الباب والجدار. وحق الزهراء أن تخاف، هذا الرجل ما كان عاديا، كان معروفا بالقسوة. يقول: لما رأيتها خائفة مذعورة رق قلبي لحالها. ما الذي فعلت؟ هل تركتها؟ قال: لا، لكني تذكرت سحر محمد وفعل علي في صناديد العرب، فرفعت رجلي ورفستها في بطنها. يقول: فألقت جنينها وهي تنادي ومحمدا. علي بن أبي طالب ما حاله؟ علي داخل الدار ويسمع صراخ الزهراء، يسمع تأوه الزهراء. ولذلك الشاعر خاطب أمير المؤمنين، ما الذي يقوله؟ متعجب العالم من أفعالك يا كرار، بالدار جالس والعدو يهجم على الدار، ومدامعك تجري وبيدك سيف الفقار، وانا انتخب في الضاو جنيني خرب الاعتاب، وانت تشوفه يا علي يا علي وتسمع ونيني، وقف على راسي ولطم خدي وعيني، وانا انتخي واصيح يا فضة ادركيني، جسم انتحل من عصرته وصدري ينعب، وردوا لك وقادوك يا ليث الحرايب، وانت الذي من بأسك تموج الكتايب، والله افعالك يا علي يا علي تراوي العجايب، كيف بحبل تنقاد وانت الليث في الغار. بعض الشعراء يحيك هذه القصة، مخيلته مخيلة واسعة، يحيك هذه القصة، يقول: أتصور أن الصحابة تجمعوا حول علي بن أبي طالب في يوم من الأيام، قالوا له: يا أبا الحسن، ما هو أجمل يوم وأسعد يوم في حياتك؟ قال: يوم أن رفع رسول الله يدي في يوم الغدير وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. قالوا: وما هو أمر يوم عليك يا أبا الحسن؟ فما استطاع أمير المؤمنين أن يرد،
اختنق بعبرته، ارتفع نشيجه وبكاؤه، قال: والله إن أمر يوم هو يوم أن رأيت فاطمة تضرب أمام عيني وكنت مقيدا بالوصية. اتقل يا علي جدامك يضربوني، يا علي جدامك يضربوني حتى اسود نمتوني، مان الوديعة وانت تكفلت بي، والله مان الوديعة وانت تكفلت بي. بعد هذا المشهد الأخير أختم. صارت الزهراء طريحة الفراش، وأمير المؤمنين في كل ليلة يسليها ويهدئها إلى أن تغفو عينها. في ليلة من الليال قام عنها أمير المؤمنين، دخل الدار في هذه اللحظات، وإذا بالزهراء تشعر بيد صغيرة حانية تمتد على يدها تمسح عليها. انتبهت الزهراء، قالت: من هذا؟ فتحت فاطمة عينها وإذا بها ترى الحسين هو الذي يمسح على يدها، وكان الحسين حينها يبلغ من العمر 5 سنوات. قالت له: ولدي أبا عبد الله، ما الذي أجلسك في منتصف الليل؟ ما الذي جاء بك إلي؟ قال: يا أماه، عندي بعض كلمات أريد أن أقولها لك. قالت: ما الذي تريد قوله يا أبا عبد الله؟ اقلها يما، والله يما يما، أنا قبل ضلوعك تمنيت ضلوعك تكسرت بالباب. الحسين شابه أمه في تكسير الأضلاع، زهراء إذا كان قد كسر منها ضلع فالحسين رضت أضلاعه بل طحنت. اقلها يما، قبل ضلوعك تمنيت ضلوعك تكسرت بالباب، وراسي قبل محسن يتهشم على الأعتاب. الزهراء تسمع كلام الحسين لكن ما ترد. اقل هدر الدجواب يا يما، على ولادك در الدجواب، ترى نحسين يم حسين الصوتك اش كثر والهام. قالت له: بني، ما الذي تريد؟ فاضطرت قلبي أبا عبد الله. قالها: أريد أسألك يا يما، حين الهجمة وعلى الدار وبالباب عصر وجسمك وانتي ما عليك خمار، يما صحيح بصدرك الطاهر يا يما أنبتوا مسمار، وصحيح المرتضى جالس وخدك يلطم الخوان. ضمت الحسين إلى صدرها. اتقل يا ابني يا حسين، يا ابني يا حسين، وناتك علي زيدت الأوجاع، ويا ليت تكسر ضلوعي يسلم منك الأضلاع، وهتك قناعي من بعده زينب يبقى لها قناع، ونيران اللي ذب داري عن خيامك تصد النار. بقيت كلمة واحدة قالتها الزهراء للحسين: يا ابن اللي رفس أمك يتربع على صدرك، يا ابن اللي رفس أمك يتربع على صدرك، أم حسين طيحت أهوان من طاحتك من مهرك، وأحسن